حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن تجربتي مع كلب المالينوا والعيوب والمميزات اللي انا اكتشفتها في تربية النوع ده. لما بدأت ان انا اربي النوع ده اكتشفت فيه حاجات كتير جدا مميزة ومختلفة عن باقي انواع الكلاب التانية. اول حاجة اكتشفتها ان كلب تركيزه عالي جدا وقت التدريب وبيكون نموذجي جدا في تأدية الحركات بتاعته. تاني حاجة الكلب عنده ذاكرة قوية جدا في تخزين التدريب اللي بيتعلمه ومش بينساه بسهولة، وممكن الكلب يتعلم التدريب في وقت قصير جدا. كلب المالينوا كلب عنده حماسة وشراسة عالية جدا بالفطرة. كلب المالينوا عنده الغيرة عالية جدا جدا على صاحبه، وخصوصا ذكور من كلاب المالينوا عندهم الغيرة عالية جدا. كلب المالينوا كلب بيحتاج خبرة برضو في التدريب، يعني ما ينفعش ان انت تبقى اول ما تربي تبدأ بكلب زي ده، لانه هيبهدلك حرفيا في الشراسة بتاعته وممكن يعضك ويبقى الموضوع مش سهل في التعامل معاه لو انت خبرتك قليلة او مربيتش كلاب قبل كده حتى لو كلب بلدي. فالكلب هو فيه زي ما قلنا حماسة جامدة وده محامي جدا، فطبعا ان انت ما يبقاش عندك خبرة خالص في التعامل معاه ممكن الكلب يعضك عضة جامدة وما تعرفش ان انت تتعامل معاه. هو مشكلته ان هو اللعب او الهزار بتاعه غشيم، يعني ممكن في نطة ممكن يعض بدون قصد، لكن ممكن يعض لانه هو عنده حتة الحماس عالية قوي، فبتلاقيه مجرد ما بتمسك طج او بتمسك اي شيء قصاده بحس ان هو متوجه له ان هو يعض فيه، بيمسك فيه ويعض فيه جامد. ودي من المميزات الكويسة جدا في كلب المالينوا، وبالتالي بتوفر عليك او بتسهل عليك فكرة ان انت تدرب الكلب على الهجوم. هي الفكرة بالظبط ان انت بتعدل سلوك الكلب وبتوظف الشخصية بتاعته في انك تستخدمه ككلب حراسة او ان هو يهجم بالامر. كلب المالينوا الشراسة فيه عالية لكن قوة العضة بتاعته مش قوية، هي اقل بكتير جدا من الجيرمان شيبرد، لكن طبعا عضته بالنسبة للبني ادم مؤذية جدا برضو، على الرغم من انها تعتبر عضة ضعيفة لكنها مؤذية للانسان. سعر كلب المالينوا سعر مش بسيط، لانه طبعا الكلب زي ما قلنا كلب عمل وكلب فيه مميزات كتير جدا، فعلشان كده سعر الكلب مش بسيط. بيتراوح سعر كلب المالينوا هتلاقي من اول 5000 وحسب طبعا المستوى لحد فوق 30000، بتلاقي فيه كلاب من المالينوا سعرها كمان عالي جدا.